ايه حياتي؟ ايه قلبي؟ شو رايك بالمكان هيدا؟ بجنن. لحتى ناخد راحتنا بالحكي ونتعرف على بعض اكثر وهيك، يعني انت بتعرفي. ميرسي حبيبي، كلك ذوق اكيد، يعني انت فخر بالنسبة لي. لك منين بتجيب على الحكي هيدا؟ لك الحكي الحلو هيدا كيف عم يطلع معك؟ ميرسي لإلك، هيدا الحكي بيطلع من تحت من نامع قلبي والله إلك. لك دخيل الله يلي خلقك، لك شو هيدا؟ شو هالحكي هيدا؟ عم بخجل انا لك ولو لك دخيل خجلان انا. ايه يعني ما صرنا زمان بنحكي مع بعضنا وهيك، يعني عم نتعرف. عادي بنتعرف وبناخذ على بعض عادي. انبسطتي مع اهلي؟ كثير انبسطت والله. امي وبي عجبوكي؟ كثير كثير ما شاء الله بجننوا. بتعرفي انه هون احبكم كمان؟ وانا حبيتهم كثير على فكره، وحبيت اخواتك الصغار هدول. كثير كثير مشتاقين، بس عادي مش مشكله. الله يخليكي والله كلامك حلو. ليك حبيبتي بدي بس روح شوف الجرسون هيدا، من لما دخلنا طلبنا منه 2 نسكافيه لحد هلا ما جاب لنا اياهم، بدي اشوف ليه تاخر علينا. اوكي حبيبي ما في مشكل. ما بتاخر عليك؟ لا ما بتاخر علي. اوكي رجع انا. اوكي ما في مشكل حبيبي. انا رجع حبيبي. يلا ما تاخر علي حبيبي. اوكي حياتي. النسخة الأصلية عبر صفحة ليزر كليب للإنتاج الفني. لك العمى بقلبه مش عم بينزل عينيه عني، عن جد عالم ما بتستحي. شو هيدا؟ لك وينو هيدا لهلا تأخر؟ شو بو ليه عم بتأخر هيك؟ لك وينو؟ لك شو هيدا؟ وينك اني ضل تشوف؟ لك العمى عم كيف عم ببسبس؟ شو هيدا؟ اف ولا عم بفقسني؟ عم بتضحك لي كأنه بيعرفني شي سنة أو سنتين. تقول أنا ايام متدربين في المدرسة مع بعض. ايه حياتي؟ أحلى كاسة نسكافيه لأحلى عروس. ميرسي. شو بك ملبك؟ ليه عم لك إلا ساعة عم بتطلع علي وما نزل عيونه عني، عم ببسبس ويعمل لي حركات بعيونه. منو هيدا؟ هو هيدا اللي قبالي هيدا. عم طلع عليك؟ عم طلع علي له ساعة، ما شال عيونه عني. والله بدي احسب الله ما خلقه. لك شو هيدا؟ لك شوفه. لا لك مفكر بنات العلم ديشة عم تطلع عليهم؟ لا ليه عم تطلع فيها ولا؟ الله يسامحك. لمزيد من الفيديوهات زوروا موقعنا على الفيسبوك ليزر كليب للإنتاج الفني.